بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية وشعبية حاشدة ومشاركة واسعة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجرة التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. أحيا الآلاف من رعايا الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مناطق المملكة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل بمدينة عنجرة بمشاركة السفير الفاتيكان المطران جيوفاني دالتوزو والنائب البطريركي للاتين الأب جهاد شفحات وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وحشد كبير لرعايا من عدة كنائس محلية من المؤمنين الذين قادموا من مختلف مناطق المملكة لإكرام السيدة العذراء. وقد شارك آلاف المؤمنين من مختلف الكنائس الكاثوليكية في المملكة في القداس الإلهي الذي ترأسه غبطة الكاردينال بيير باتيستا بيتسابالا، وذلك في كنيسة سيدة الجبل في عنجرة. الموقع المعتمد من الفاتيكان كأحد مواقع الحج المسيحي في الأردن، عاون غبطته في القداس القائم بأعمال النائب البطريركي للاتين في الأردن الأب الدكتور جهاد شويحات وعدد من الكهنة والشمامسة. وفي عظة القداس قال غبطة الكاردينال: في هذا العيد نطلب من الله تعالى أن يرسل الروح القدس لكي نرى المحبة والخير والطيبة في جميع الناس، حيث أننا بحاجة إلى أن نرى بعين الرجاء والأمل المستقبل الذي ينتظر أبناء الكنيسة وأبناء هذه المنطقة بشكل خاص. وأشار غبطته إلى أن هذا الحج الذي يقام سنوياً يسهم في زيادة التآلف بين الرعايا المسيحية، ويعبر كذلك عن الضمير للعودة إلى الله، منوهاً بأن الأردن يعد نموذجاً يحتذى في العيش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف أن حضور الله تعالى لا يكمن في الأمور العجائبية، إنما يمكن أن نلتمسه في الحياة اليومية وفي الأعمال البسيطة، مبيناً أن هذه الرؤية لا تتم إلا إذا كانت مشتركة بين الجميع. ورفع غبطته الصلاة من أجل العائلة الأردنية الواحدة من مسيحيين ومسلمين، ومن أجل السلطات المدنية التي تعمل دائماً على تعزيز أواصر أفراد هذه العائلة.
ومن جهته أشار راعي كنيسة سيدة الجبل في عنجرة الأب يوسف فرنسيس إلى أهمية الحج الذي يعتبر فرصة لالتقاء آلاف الحجاج من مختلف محافظات المملكة، معرباً عن أمله أن تكون ثمرة الحج سلاماً وخيراً على جميع المشاركين وذويهم، كما دعا الله أن يحفظ جلالة الملك وولي عهده وأن ينعم الأردن دوماً بالأمن والاستقرار. وختم القداس بترانيم أحيتها جوقة ينبوع المحبة بقيادة المرنم طعم جبارة على أنغام معزوفات موسيقية قدمها كشافة اللاتين، تلاها تبادل التهاني بين عموم المشاركين بهذه المناسبة المباركة. هذا وكان في استقبال غبطة الكاردينال لدى وصوله إلى باحة الكنيسة محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف والنائب فريد حداد ونائب مدير الشرطة العقيد عبد الرحمن خريسات وهشام الشخاتري مساعد الأمين العام في وزارة السياحة والآثار وعدد من مسؤولي الكنائس والدوائر الرسمية والأهالي.